نقطة أنه القوات التركية الآن الدور التركي هو أحد المسؤولين عن تأجيل انتخابات الغد، كيف ترد على هذه المسألة؟ هل تتفق معها؟ لا أعتقد أن تركيا تريد تأجيل الانتخابات أو ضغطت من أجل تأجيل الانتخابات. تركيا تسعى إلى إيجاد اتفاق سياسي واستقبالها لأعضاء مجلس النواب في أنقرة المدة الماضية قبل خلال أسبوع أو أكثر، دليل على أنها لديها اتصالات وتواصلات مع جميع الأطراف وأنها تسعى إلى إيجاد اتفاق سياسي يخرج بليبيا من الأزمة الموجودة. ما أحب أن أبينه أن المسألة الآن في ليبيا هي مسألة الانتخابات، هي ليست المشكلة في الانتخابات في حد ذاتها، وإنما الوصول إلى صيغة توافقية سياسية ثم بعد ذلك ستكون هذه الانتخابات. إذا لم يتم وصول اتفاق سياسي أو نقول صفقة سياسية بمعنى أوضح حتى يعني يفهم المشاهد ما معنى هذا الكلام، إذا لم يتم الوصول لهذه الصفقة السياسية التي تحفظ للجميع يعني سميه مكاسبه أو أماكنه، سوف لن تجرى هذه الانتخابات.